كل ما شفت الظلم اشتد معناته قربت الأمور، كل ما شفت فضايح وكل ما شفت انحرافات وكل ما شفت غطرسة وكبر ومن اللي بتشوفوه الآن اليوم من الطغاة اللي ما كنتوش تشوفوه يعرفوا انها قربت. ما هي الآيات هاي بتحكي عن هالموضوع لقوم يؤمنون يفهموا يعني. طب وين موسى يا أخوي؟ مش شايفينه؟ ما هو برضه ما كانوش بني إسرائيل شايفينه من يوم ما ولدته أمه، ولما نحط في المية، ولما وإذا به بقصر مين؟ بجوز في قصرهم يكون موسى، بجوز في قصورهم موسى، بجوز وزير الدفاع، بجوز ما تدري. ما هي الله يقلب القلوب، يعني ممكن يكون كافر يصبح مؤمن، هاي مشكلتهم على فكرة. مرات قد ما هذا ما هو في الإيمان هاي شيء عجيب. بتذكروا أنتوا الجيوش لما أجت جيوش المغول واحتشدت وكانت أعداد هائلة، وأجت الجيوش من مصر بقيادة قطز وبيبرس، قبل ما تبدأ المعركة شوفوا مكر الله، قبل ما تبدأ المعركة ما كانش فيه تكافؤ في العدد إطلاقا، والمغول يعني مشهورين. يأتي أخبار للقائد العام للقوات الملك يعني انه هاي ابنك اسلم وممكن ينقض على الحكم. ابنه اسلم في العاصمة، رجع بثلثين الجيش وبقي الثلث، وصارت معركة عين جالوت مع ثلث الجيش. حكمة الله، فبالكم وين بيكون هذا اللي الله سبحانه وتعالى يريد ونريد ان نمن، حتى لو الناس ما تصلح. لا، ما هو الله يمن على المستضعفين حتى لو كانوا المستضعفين مش كما يجب. كيف لما يكونوا الناس قاعدين شوي شوي في اتجاه الصح؟ الناس كل الفساد هذا من الطغاة على العروش، هم اللي بيحاولوا حتى بيحاولوا انهم يضلوا الشعوب بخطط يضلوا الشعوب. بيعرفوا تماما انه اذا الشعوب مشت على الحق انتهوا هم كل الطغاة عبر العصور بالطريقة نفسها.